جول كيبر نادي غزل المحلة، ما شاء الله طول وقامة. حراس مرمى الأجانب الغير مصريين موجودين مع الدوري المصري. أمامية الكرة نمت تطب هنا، ترجع تاني على طول إلى عماد النحاس، وحشة جدا الباصة خطيرة لغزل المحلة، ولكن أمير يا ولد يا ولد على التسديدة، شوطة حلوة جدا جدا، ولكن يطير معاها أمير عبد الحميد حارس مرمى النادي الأهلي ويطلع الكرة إلى ركلة ركنية. شوطة جميلة وصد، يعني وصدة جميلة، شوف لفة الوسط وشوف التسديدة من عبد الحميد شعبان ممتاز.